وأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر فتحولت القبلة وهو يصلي بهم فتوجه إلى جهة الكعبة بعد أن بدأ الصلاة إلى جهة بيت المقدس، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت تحول القبلة في مسجد بني سلمة فيما يسمى بمسجد القبلتين في صلاة واحدة، وإنما الذي ثبت هو في مسجد قباء كما في الصحيحين أنهم تحولوا من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة في صلاة الفجر في صلاة واحدة. ولذلك نقول إن المساجد التي كانت في المدينة قبل تحويل القبلة قد صلى فيها المسلمون إلى القبلتين، لكن ليس في صلاة واحدة وفي زمان واحد، وهذا معلوم من الدين، فإن المسلمين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس بما في ذلك في هذا المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تحولت القبلة أصبحوا يصلون إلى جهة الكعبة إلى جهة مكة. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة إلى القبلتين، فبدأها بالتوجه إلى بيت المقدس وختمها بالتوجه إلى الكعبة، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت هذا عن الصحابة في مسجد قباء، ولم يثبت هذا عن الصحابة في مسجد معين غير مسجد قباء. لكن هل ثبت أن غير أهل قباء تحولوا في صلاة واحدة من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة؟ نقول نعم ثبت، لكن لم يعين المسجد، فقد ثبت في صحيح البخاري أنه لما تحولت القبلة صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار يصلون العصر فأخبرهم أن القبلة تحولت فتحولوا وهم يصلون. وهذا حاول بعض أهل العلم أن يرده وأن يقول إن القصة هي قصة مسجد قباء، لكن الحقيقة هذا غير صحيح، وقصة مسجد قباء في صلاة الصبح، وهذه القصة في صلاة العصر. وذكر بعض أهل العلم أن هذا في مسجد القبلتين في مسجد بني سلمة، وهذا لا يصح، لأن الظاهر والله أعلم أن المسجد كان قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل صلى العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فأدركهم يصلون العصر، ومسجد بني سلمة بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه ثبت أن بعض الأنصار تحولوا في صلاة واحدة من بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، ولكن هذا لم يعين مكانه، فنقول لم يثبت تحول الصحابة في صلاة واحدة في مسجد معين إلا في مسجد قباء. وأما تحولهم في صلاة العصر فهذا ثبت في صحيح البخاري، ولكن لم يعين مكانه، لم يعين المسجد الذي وقع فيه هذا التحول.